مرحبا، ما رأيك بأن تنضم لي في المجاري لتلقي نظرة على مياه الصرف الصحي؟ لنتحدث بجدية الآن. مع تحول المياه العذبة إلى قضية ساخنة في الوقت الحالي، تعتقد أنه يجب على الناس توفير كل قطرة ثمينة من الماء، لكنك تسحب بعد ذلك سيفون مرحاضك وتدرك أنك أهدرت عدة جالونات من الماء الصافي للتخلص من فضلاتك. لماذا لا يمكننا استخدام المياه المالحة مثلاً كبديل؟ كيف ينقذ ذلك الكوكب؟ حسناً، الإجابة المختصرة هي أنه لا ينقذ الكوكب بالطبع، لكن تكمن المشكلة في أنه لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك على الأقل في الوقت الحالي، وحتى المياه المالحة ليست حلاً. سأشرح الأمر لك. يعمل نظام الصرف الصحي الحديث بمساعدة المياه التي تنقل الفضلات إلى محطات تصريف نفايات. الماء مثالي لهذا النوع من النشاط لأنه يحافظ على الفضلات عائمة ويدفعها عبر الأنابيب، وعندما يصل إلى فلترات التنظيف فإنه يتسرب ببساطة، في حين تظل الأشياء والجزيئات الصلبة على سطح شبيه بشبكة، ومن هناك يتم أخذ النفايات لاحقاً للتخلص منها أو إعادة تدويرها. بعد ذلك يذهب الماء للتصفية، ولن يكون نظيفاً بالطبع بعد اختلاطه بكل هذه النفايات، لذا فإنه ينتقل إلى خزان ضخم يظل فيه لبعض الوقت. تستقر الجزيئات الأثقل في الخزان وتشكل طبقة لزجة من الأوساخ تسمى الحمأة، يتم أخذها لاحقاً من الخزان لاستخدامها في المزارع. تتلقى الحمأة معالجة خاصة لجعلها صالحة للاستخدام كسماد، ولا تكون عضوية تماماً في شكلها الأساسي، لكنها تصبح جيدة للتربة بعد معالجتها بشكل صحيح. الماء الموجود فوق الحمأة بدوره يصبح أصفى إلى حد ما للعين، لكن لا تدع ذلك يخدعك، فلا يزال يحتوي على المليارات من جزيئات الأوساخ المجهرية التي تنتظر إصابتك بالمرض عند شربها. لذا عندما تستقر الحمأة وتتم إزالتها، يتلقى الماء معالجة خاصة، إما أن يملأ خزانات أخرى أو يمر عبر نظام تصفية خاص، لكن المبدأ الأساسي هو نفسه لكلتا الطريقتين: البكتيريا الآكلة للنفايات. إن اندفعت مياه الصرف الصحي أشبه صافية إلى الخزانات، فمن المؤكد احتواؤها على بيئة مفيدة للبكتيريا. يتم ضخ الهواء باستمرار للخزانات لمساعدة البكتيريا على النمو والتكاثر وتسريع عملية تنظيف الماء. أما إن كان نظام ترشيح، فإن الماء يمر عبر ألواح حجرية معالجة على نحو خاص تعيش عليها أعداد كبيرة من آكلات النفايات، وفي أي حال تتم تصفية الماء بشكل حيوي ويصبح جاهزاً تقريباً للعودة إلى مصدره الأساسي، وهي البحار والمحيطات. تقريباً ولكن ليس تماماً، فلا تزال توجد مرحلة تنظيف أخيرة، والتي تختلف حسب الدولة والقواعد المتبعة. الطريقة الأكثر شيوعاً لإنهاء التنظيف هي معالجة الماء بمعقم مثل الكلور، والذي يؤدي إلى القضاء على البكتيريا الضارة المتبقية في الماء وجعلها صافية وصالحة للاستخدام فعلياً. وبدلاً من الكلور، يمكن استخدام الأشعة فوق البنفسجية أو البيروكسيد أو الأوزون. توجد طريقة أخرى لتنقية المياه تتضمن دفعها عبر خزان معالج خاص أو خزان الدبال، حيث تعلق أصغر الجزيئات والبكتيريا في مادة الترشيح بينما تتدفق المياه بحرية إلى الأمام، ثم يتم إطلاقها في الطبيعة مرة أخرى وتستمر الدورة. أو يمكن استخدامها كمياه تقنية لأغراض مختلفة، من أعمال البناء وري المحاصيل غير الصالحة للأكل إلى تبريد المفاعلات النووية. بشكل عام لا يسمح باستخدام هذه المياه للشرب أو الاستحمام أو الحياة اليومية، لذا لست بحاجة للنظر بريب إلى الماء المتدفق من صنبورك، فهو سليم. لكن لا يزال السؤال قائما، لماذا لا تستخدم المياه المالحة كبديل؟ لدينا محيطات حرفيا من هذه المياه، وبالكاد نستفيد منها. حسنا، توجد مشكلة كبيرة في تواجد المياه المالحة في نظام الصرف الصحي. كما تعلم، فإن الملح صلب. في حال سبق لك السباحة في البحر، فأنت تعلم أنك إن لعقت جلدك فسيكون مذاقه مالحاً، وإن تركته ليجف تحت أشعة الشمس فستلاحظ تكون طبقة بيضاء خفيفة على جلدك، يمكن إزالتها بسهولة دون ترك أي أثر، وذلك لأنك قضيت وقتاً قصيراً في الماء. أما إن بقيت لبضعة أيام، فإن القشرة البيضاء من الملح ستغطيك بصورة أوضح، ويحدث الأمر نفسه على كل سطح تقريباً يلمسه الملح. لو أرسلت ببساطة أطناناً من المياه من المحيطات إلى أنابيب المياه والصرف الصحي، فستحدث عدة أمور في فترة وجيزة.
أولاً، سيبدأ الملح من الماء في الركود كرواسب مثل الملح على جلدك. يمكنك إزالته، لكن الملح يظل مادة مسببة للتآكل. ستضعف جميع المعادن والفخار والخرسانات أمامه في النهاية، وستنفجر الأنابيب. ثانياً، لن تتمكن مياه الصرف الناتجة من العودة إلى المحيطات بسهولة، ولن يتم استخدامها لأغراض أخرى في هذه الحالة. فكما ذكرت مسبقاً، تمر مياه الصرف الصحي العذبة عبر عدة فلترات، أحدها حيوي. تنتشر البكتيريا في الماء وتأكل أي شيء ضار يمكنها العثور عليه. لكن لن يعمل هذا النظام مع المياه المالحة، فالبكتيريا المفيدة لن تستطيع العيش فيها بسبب كل تلك الملوحة. وهكذا ستبرز مشكلة تركيب نظام جديد لتصفية المياه المالحة وتنظيفها، ويمكنك أن تخمن أن تكلفته عالية. ليس ذلك فحسب، بل سيكون في غاية الصعوبة أيضاً. تخيل وجود نظامين منفصلين للأنابيب أسفل مدينتك، واحد للمياه العذبة التي نستخدمها يومياً للطبخ والغسيل والأمور الأخرى، وآخر للمياه المالحة لشطف المراحيض. نعم، لا تزال تحتاج إلى المياه العذبة لحياتك اليومية. ثق بي، أنت لا تريد الطبخ بمياه مالحة، لكن لن تكون هناك أي طريقة لاستخدام المياه المالحة النظيفة للزراعة وبعض الاحتياجات الأخرى، بل يجب أولاً تحلية المياه، وهذه عقبة أخرى. هذا لا يعني أننا لا نستطيع استخدام المياه المالحة على الإطلاق، فنحن في الواقع نستخدمها بالفعل ومنذ فترة زمنية طويلة. توجد عدة محطات لتحلية المياه منتشرة حول العالم، والتي تعمل بجد لتحويل مياه البحر إلى مياه عذبة. تقوم بتصفية الماء من الملح وتبخيره، مخلفة وراءها أكواما هائلة من المادة الجافة، بينما يمضي الماء السائل قدما ويصل في النهاية إلى المنازل والصناعات. ثم يستخدم الملح المتبقي لأغراض متعددة أيضاً، وقد يستخدم في طعامك حتى. الطريقة الحالية لتحلية المياه ليست مثالية بالطبع، لكن أثبتت فعاليتها. يمكنك حتى شرب الماء بعد تجريده من الملح، ويتم استخدامه طبعاً للأنشطة اليومية الأخرى بما في ذلك شطف المرحاض. حسناً، قد تكون المياه المالحة أحد الحلول لتقليل الاستخدام المفرط للمياه، لكن هناك حل آخر أعتقد أنك تعرفه جيداً. أنا أتحدث عن مراحيض التسميد. يتمثل مبدأها الأساسي في ذهاب كل ما تلقيه في المرحاض إلى التربة وبقائه هناك لبعض الوقت حتى يتحول إلى دوبال. الأمر ليس بسيطاً مثل مجرد إلقاء تربة على الأرض بالطبع. هناك وحدة تسميد مكونة من 3 أجزاء تبخر السائل الذي يمثل 90% من الفضلات البشرية، وتساعد البكتيريا على التكاثر، وتحوله في النهاية إلى سماد آمن بدون رائحة كريهة. يبدو حلاً رائعاً، لكن تكمن مشكلة هذه المراحيض الصديقة للبيئة في كونها غير عملية في المدن الكبيرة. يعيش معظم الناس هناك في شقق، ولا يمكن بسهولة تركيب وحدة تسميد في مبنى سكني. للقيام بذلك، ستحتاج إلى نظام منفصل للتخلص من النفايات. وبالنظر إلى كيفية عمل مراحيض التسميد، فعلى الأرجح أنها ستكلف أكثر من جميع أنابيب المياه المالحة. لكن في المناطق الريفية والمدن الأصغر، حيث يعيش الناس في منازلهم الخاصة، تعتبر مراحيض التسميد أفضل حل ممكن. لا تحتاج ماءً على الإطلاق، وتقوم بتجميع كل ما عليك التخلص منه بداخلها بكرامة صامتة، ثم تلقيه في التربة وتزيد من خصوبتها. وبهذا ننهي حديثنا عن الفضلات. وفي الختام، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. انقر فقط على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.